بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المغاربة الأحرار كل مكان، أول شيء كنت نشرت واحد الفيديو في واحد القناة وكان شكركم، وأنا جد فخور وجد معتز بتضامنكم من جميع المدن المغربية، من الصحراء قليمي مواد نون آسا الزاك وحتى الشيوخ، كان شكرهم اللي قالوا نجيو لعندك، وكان شكر اللي في الخارج في اسبانيا وفرنسا وكندا، الحمد لله رب العالمين، حتى من دول الخليج. قضيتي نعيدها مرة تانية، أنه في نهار 14-12-2017 على الساعة 10:30 خرجت من المرجان، 10:30 خرجت من المرجان جاي للمدينة الدار البيضاء، أنا وزوجتي في مفترق الطرق قدام قناة دوزيم، وإذا بسيارة تضربني، قلت أنا شبيه هذا أمالو، ضربت الجهة الثانية ولقاو السيارات أربعة وأنا نكسيري صاحب غاد، المرأة عندي مسكينة برك تغوت، أنا لو كان عارف هذا الشيء غادي يوقع لي لو كان درت كاميرا التصوير لو سجلنا داك الشيء. المهم ركت هربان في الخط ديال ما بين عين السبع للمدينة، 9 كيلومترات هما يطاردوني هاد السيارات ويضربوا من هنا ومن هنا. قبل ما نوصلوا لوطيل فرح طرطقوا لي البنوات، 3 البنوات طرطقوا، وليت ماشي على الجوانت لحد ربما الناس يقولوا لاش ماشي لهذيك البلاصه، انا اللي نعرف ان هذيك مخفر الشرطه الكبير هو في الشارع الزرقطوني، هذا اللي نعرف، رغم ان ما فيه مخافر في الطريق ولكن ما عارفهمش مراكز الشرطة، ولكن ما عارفهمش ودزت من قدامهم لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. من لما وقف الطوموبيل قدام الكرة الأرضية بالضبط حوالي الساعة 11 بالليل نزلوني من السيارة وبركوا يضربوا فيه، ما كان حس إلا بالنجوم وبالرفس. جاءوا بعض الإخوان المغاربة الله يجازيهم بالخير، فكونا، كانوا الناس تم فكوني منهم، إما كانوا يصفيوها لي، أنا ما عرفت باش تبليت. جاءوا الشرطة، جات لي إسعاف، أنا ممدود، هزوني دوني المستشفى محمد الخامس في الحي الحسني، الراديو ما كانش، قال لك ما يخدمش حتى الصباح. قلت لهم هاد قولي يا شي باري أرو غير شي يكالمي وأنا نتوجع، والبرد القارس حطوني في واحد الناموسيه ابلاستيك قتلني البرد وشدتني الرعده. المهم بركوا عليا البراوات، كنقول لهم زيدوا ولا ديوني غادي نمشي للكلينيك. جاء ضابط الشرطه تابعني قال لي تمشي دير محضر، قلت له دينا مهلوك، قال لي تبات، قلت له لا واه ما نبات هنا. مشيت معاهم ضربوا لي 4 إبر على ما اظن، 4 إبر، نقول لهم زيدوا. مشينا للمخفر اللي هو بيرمانونس فروش نوار على ما اظن، فروش نوار كان بيرمانونس داك الليله، قعدنا فيه في المحاضر حتى الخمسة الصباح. وهذوك اللي هرب 3 سيارات اللي جاوا كانوا هم 4، وبالمناسبه 2 BMW كحلين كوبي دو بورت نفس النوع، اللي كانوا معاهم كلشي هرب، بقاو غير الشيفورات على اساس يشكو الشرطة أني أنا ضربت الأول وضربت الثاني وهربت، مع العلم أنا عندي سيارة توريست لاش نهرب. والحمد لله لو كان ما عندي، كنت 14 عام سائق شاحنات دولية جميع دول الخليج أيام الحرب الإيرانية العراقية، والحمد لله لو كان ما خبرة تقلبت والله أعلم شو صار، الحمد لله رب العالمين. المهم أخذوا محاضر ذيك الليلة، اليوم انا غادي نمشي للكلينيك، الكلينيك كلشي ساد. هذيك الطوموبيل جابها الديباناج ديالي كلها من دقدقه، الموتور مشى حطيتها في واحد المنطقه امنه. رجعت للسبيطار الحي الحسني تلت سعود باش يديروا لي تصويره، قال لك كنديروا غير صدر، داروا لي تصويره صدر قال لك ما عندك والو. وهو الإشكالية أنا ما عارفش
لان الضرب في الضلع واللور مهرسين ما فقت بيهم حتى بعد واحد الاسبوع. مشي عطوني شهاده طبيه فيها 23 يوم لان كل شيء لحمي ازرق. شديتها للشرطه قالوا لي عندك شهود. واحد السيد الله يجازيه بالخير كان ورانا في هذيك الساحه صور واحد الفيديو رغم انه ما واضحش مزيان ولكن مبين كان خايف. هو قال لي قلت له علاش ما صورت مزيان؟ قال لي انا خفت منه ما عرفش شنو هذا الشيء اش واقع. كانه في اكشن فيلم اكشن. الشرطه قالوا لي سير جيب لنا ورقه ديال الدفاع المدني. جبتها جبت تقرير خبير ديال بنص على حساب السياره دار لي فيها 200,000 درهم. قال لي هذه اما لافيرا يا ما شوفش دير لها تاع فيلم. قالوا لي سير بحالك حتى نعيطوا لك هذو الشرطه. جبت لهم شهود جوج وجبت لهم سيرتيفيكي ومشيت لعند الدكتور تبع الكلى لان كل نتوجع رغم الادويه والو. قال لي الكلوه عندك باينه حمراء الحمد لله اللي ما تقاست وغادي نعطيك السيرتيفيكي فيها 27 يوم. قلت له جزاك الله خيرا خديتها. اعطاني ادويه اللي مشيت لعنده يعطيني صفحه من الادويه. رجعت قعدت تما في الوطيل قالوا لي عيطوا لي البوليس. قالوا لي نهار الحد نهار الحد عيطوا لي قالوا لي نهار الاثنين الصباح مع 6 الصباح تجي لعندنا السبعة يا رب. مشيت لعندهم مع 7 نستنى حتى 8 ونص جا الضابط. قال لي راه تعليمات النيابة العامة راه تأجلت القضية. كيفاش تأجلت؟ قلت له راني ساكن غير في الوطيل انا وحالتي حالة. قال لي راه تعليمات النيابة العامة كنا غنقدموا كل يوم عيطوا لنا قال لك اجلوها حتى الخميس. قلت له واش غندير انا بقات الخميس؟ قال لك حتى الخميس واجي. مشيت اسيدي الخميس صب نهار الاربعاء بالليل عيطوا لي قال لي تكون اكيد ناكدوا عليك باش تجي. جيت انا والزوجه ديالي تقدمنا على اساس عندي ثلاثه شواهد طبيه. واحده نسيت مشيت الايكوغرافي درت ايكوغرافي لقيت جوج ضلعات مكسورين. ها هي موجوده هنا جوج ضلعات مكسورين. ها البوليس قالوا لي هادو خاصهم تعتقلوا. هذا الغلط اللي داروه الشرطه وهو ما بلغوش محكمة الاستئناف. بلغوا الابتدائية إما هذه مطاردة محاولة قتل فيها جنايات. تقدمنا على أساس غادي ناخذ حقي القانون أنا ولاد القانون. تقدمنا هما كيضحكوا. ناض داك السيد نائب الوكيل شاف داك الشيء شاف أطلع قال لهم شوفوا واش ديروا معاه هذا الشيء راه صعيب. أطلع ارجع يقول ما تصالحتو باش تصالح استاذ انا مدقدق ودار عكاز دار بحال هاك الملف تعاد الى لابي جي ويفرغ الكاميرات من الشوارع. وقلت له راه واحد هربان. قالوا ويستدعى فلان بجوج. يلا هذاك الاستاذ اللي كان معايا داير محامي قال له دير هذا الشيء راه صعيب وخص الجنايات. قالوا لا ما نشوفو احنا نشوفو خص نجبدوا الكاميرات اللي كاينين في الشوارع على اساس كاميرات في الشوارع. وفعلا طلعت على الكاميرات قريت عليهم بين البلديه ديال الدار البيضاء خاسره ما عرفتش 300 مليار على الكاميرات وشي كاميرات ما كانش. الملف لمده شهرين طالع نازل فين ما مشي عند النائب الوكيل. السيد النائب الوكيل يقول لي راه صيفطناه. مشي للبوليس يقول لك ما جانا والو سير جيب لنا الرقم. مشي لعندهم حتى طالعنا نبرك نقلب لقينا ما مسجل داك التقديم ديالنا ما مسجل في الروجيستر اللي تحت. حتى كلشي كيقول لك يتعجب كيفاش ما مسجلش. تجت معايا واحد السيد كان في الشرطه ومتقاعد قال لي انا نجبد لك الملف. مشى معايا قال لي سير دخل عندك السيد النايب وشو شي يقول لك. دخلت لعنده السلام عليكم السلام قلت له كذا. قال لي انا صيفطته بيدي انا صيفطته بيدي راه عندي بوليس.
قلت له واخا بلاتي. خرجت قلت له راه ما دار معايا والو. دخل عنده سدوا الباب واحد شويه، خرج هذاك السيد النايب عيط للشاوش مشى جبدو من التحت. شهرين قال ما نقدرش نعطيه لكم، خاص تجي الشرطه. الشرطي هو اللي يستلموا. مشينا نجريو من عين من محكمه حتى ادم سميتو ضابط الشرطه القضائيه في الحي الحسني عين سبع قدام مرصى قدام باب أربعة في الدار البيضاء. الله يجازي بالخير هذاك الضابط مخفار عطانا الشرطي مشى معانا جاب الملف جينا. الشرطه القضائيه في عين سبع الحي الحسني عين سبع خرجوا معايا، فعلا خرجوا معايا كنقلبوا على الكاميرات اللي في الشوارع. كل شيء شهر كيتبلوكا. جينا حتى لوطي الفرح دخل جاء تكنيسيان كيقلب قال ودي حنا عندنا 68 كاميرا راه في 20 يوم كلشي كيتبلوكا كيبدا من جديد. شنو الحل ما شنو الحل؟ قلت له راه عندي فيديو. مشاو داروه في البيسي تفرجوا فيه قال شاش هذا راه باين واضح، علاش رجعوك؟ باين حاله اعتداء واضحه. قالوا شي عطا الله استدعاهم مشاو قلبوا عليهم جابوهم. قالوا انت هذا انت هذا ايه علاش؟ قالوا لا حيت هو ما عرفاش ضرب هذا ضرب وخا يضرب. قالوا لهم وخا يضربك مثلا سجل الرقم ديالو راه كاين وسائل اخرى اش تبعد تابعوا 9 كيلومتر انه ضربك. المهم قالوا لي هذوك الشرطه قالوا لي علاش رجعوكم ولكن راه معترفين بينهم هما. قالوا راه التقديم ما تعطلش هذيك اول مره تقديم نهار الفلاني 3 ايام يمكن 4 ايام تقدمنا. في التقديم نفس الشيء كيضحكوا اللي ما عرف حاشاكم يصبع واللي دخلنا شاف نائب اخر اللي تقدمنا عنده شاف التسجيل فيديو قال لي وريني الفيديو شافو انتم تقتلوا السيد اي شي كثير ما في لا صافي خير. قال لهم شوفوا معاه واش شي يدير معاكم. مشى طلع نفس الحاله برجع قال لي تصالحتوا استاذ تصالحتوا من الصباح وما يصبعوا عليا ضحكوا عليا هو يدير بحال هكا. شوف اشرف تجيب الشهود ديالك للضابط القضايا ويجيو هما اللي قال انت ولا انت ولا انت ولا انت ينزل تحت. وبالمناسبه كنلقى معاهم الطليقه ديالي بالطوموبيل اللي عطيتها شريت لها ميني كوبر حمراء بركو يترجاو فيا تنازل. قلت لهم ما تنازل واش انا مدقدق حالتي حاله وتقول لي تنازل واش هذا الشيء الا كان الا انا نتنازل في هذا ومحاوله قتل هذه راه نشبهها بديال البرلماني سميتو البرلماني اللي مات بالرصاص بحال بحال مرتو قتلته. فعلا المره الثانيه في التقديم قلت له استاذ راه تعطل قال لي لا هاد السيمانه تفضي القضيه. هذا الشيء نهار جوج شهر 3 2018. فعلا انا حسيت ماشي داك الشيء ماشي هو هذاك. الاساتذه هنا في اسفي الاصدقاء ديالي نصحوني باش نمشي للنيابه العامه رئاسه النيابه العامه في الرباط. مشيت لعندهم الشرطه اللي سولتهم في الباب قلت لهم وديها موقع لي قال لي هنا تشد حقك. قلت الله قالوا لي سير كتب شكايه. مشيت كتب شكايه مشيت قدمتها لهم استقبلوني استقبال محترم. عاودت لهم طبعوا لي قال لي سير غادي نتخذوا الاجراءات. جيت للاسفي وديما الادويه اما الادويه واللصقات جيت للاسفي نستنى رساله من عندهم. فعلا جات رساله ظرف 20 يوم جات رساله قالوا راه تحولت الشكايه ديالك للمحكمه باش يتاخذوا الاجراء القانوني. عندي شكايات عندي كل شيء. مشيت راجعتهم ثاني قال لي صافي سير تنعيطوا لك. فعلا عيطوا لي قالوا تمشي لعند واحد السيد واحد نائب الوكيل تمشي لعند فلان راه وصيناه. مشيت لعندو قلت له انا هو فلان قال لي في راسي ارى لي شاف هادو قال لي صورهم جيبهم قال لي هادو خصهم اعتقال. عيط لضابط الشرطه القضائيه قال له السيد راه غيجي عندك تاخذ معاه الاجراءات. مشيت لعندهم قال لي
برك كيعيطوا لهم كنجيب انا الشهود ما كيجيوش. قال لك اسيدي ما كيجاوبوناش، التليفونات طافينهم، شنو الحل؟ ما شنو الحل؟ 7 شهور وكل مره كيقول لي الشرطه هاك تليفوننا نعيطوا لك، هاري وقع شي حاجه نعيطوا لك. كنجي كنبدا نعيط لهذاك الضابط اللي مكلف بهذاك المكتب، كيقول لي اه راه ما بقاش عندي، راه تحولت لبيرو اخر. 3 بيروات 3 مكاتب تحولت لهم هذاك القسم الجنائي، 3 مكاتب. كان رجع للنيابه العامه كيقول لي راه درنا تذكير. نقول لك سفرياتي فوق ال20 مره، فوق ال20 مره، فوق ال20 مره، فيما لا في النيابه العامه، رئاسه النيابه العامه في الرباط ولا في الدار البيضاء، 20 مره وزياده. طالع نازل طالع نازل، واللي ما عندوش واللي ما بحالوش مشى على عينه تبارك الحمد لله رب العالمين. فانا غنتبع حقي تنشوف واش كاين شي حق ولا ما كاين. انا 14 عام وانا برا، جيت لبلادي باش نعيش فيها حتى يدي مولا ما انا ما عنده. كان الخوف في حاله قتل، ما شفنا القتل ايام حرب الايرانيه العراقيه. قعدت هكاك اخر مره مشيت لعند هذاك النائب الوكيل اللي صيفطوني عنده في المحكمه الزجريه في الدار البيضاء. قلت له ديو استاذ راه ما داروا معايا والو. هو عيط لهم، عيط للشرطه في عين السبع، قال لهم واش درتو؟ قالوا لي راه ما كيحضروش. قال له صافي قدموه حنا نديروا ليه ريشيرش. قلت الله مزيان، اللي جات من عند ربي مزيان. تقدم قالوا لي سير تاع الغدا، داروا لي محضر سير تاع الغدا. الصباح مشى معايا الشرطي، تقدمنا عند هذاك السيد النائب الوكيل، قال لي ما عرفش دار فيه تعليمات. عطاه شي النائب اللي دوزنا اخر مره، قال لي انا ما جاني والو سير واحد السيمانه. مشيت سيمانه رجعت قال لي سير 15 يوم. قلت له استاذ راه بعيد. قال لي ماشي شغلي. قلت له راه بعيد راني طالع نازل 15 يوم 15 سير 15 يوم اخرى عاوتاني رجع. اخر شيء في هادي شي ماشي 10 ايام مشيت لاكتار ماشي 20 يوم مشيت الرباط، مشيت عند رئاسة النيابة العامة. قال لي أمضرة واللي يعرفوني كل شيء واللي يعرفني. قال لي واش داروا معاك؟ قلت له ما داروا معايا والو، ها مكان ها مكان ها مكان، راه الدوسي تاني غبر. قال لي لا لا سير كتب هاد، دير شي كيقرا وكتب هاد الشيء اللي كتقول وجيبها لنا. فعلا جبتها لهم. قال السيد اللي غادي يوقع فيها ما كاين، سير حتى الغدا. بت في الرباط جيت الغد ليه، عطاني نسخة منها هي عندي موجودة. قال لي وهادي راه غادي نفاكسوها واحد 3 ايام سيمانه سير عند الوكيل السيد الوكيل. جيت عاوتاني اسف رجعت، قعدت شي 15 يوم رجعت. دخلت عند السيد الوكيل مديت له هذوك الاوراق ديال الشكايات وداك الشيء اللي سميتو. قال لي شحال تخربق شحال تخربق. قلت له استاذ راه مضرور انا. قال لي عطيني الرقم عطيني الرقم. قلت له ها الارقام، ها التقديم الاول التقديم الثاني والتقديم الثالث اللي تقدمت فيه بوحدي. هو عيط للسيد النايب اللي كان عنده الدوسي الاخر، عيط له جا قال لي استنى برا. عيط له دخل هو وياه، هو يخرج هاك السيد النايب قال لي هذاك الدوسي ديالك ما عرفنا فين مشى. والله ما عرفنا فين مشى، راه دابا نشوفوا لتحت. مشى عيط لشي شاوش قال له قلب عليه، قلب قلب من الوحدات حتى للربعة ونص جاو خارجين. السيد الوكيل ديال المحكمة الفدائية الزجرية والنايب ديالو قال له سيد شوف هذاك الملف ديالو. قال له راه ما لقيناش. قال له حتى الغدا سير حتى الغدا واجي شوف الملف ديالو، إلا فيه متابعة دير ليه المتابعة ودوز للمحكمة، ما فيش المتابعة ديرو الحفظ. قلت له أستاذ راني مضرور راني راه هادو خصهم اعتقال. أجي قعد بلاستيك أجي قعد بلاستيك. قلت له انا بغيت غير القانون. قال لي ما تديوني ها، يعني بغى على ما اظن بغاني غير نفعل. قال لي انزل لتحت اين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكنشكر كل شيء والله يعزكم وعلى تضامنكم. انا فرحني على التضامن، الله يرضى عليكم الله يربحكم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله، كنشكركم السلام عليكم ورحمه الله. وبلاتي لحظه كنطلب من جلاله الملك الله ينصره والله يحفظه والله ينوره وديما منور، ومن السيد رئيس النيابة العامة. أنا بغيت غير نقابل السيد رئيس النيابة العامة. قالوا لي عاوتاني الأساتذة صحابي دي قابل السيد، راه الفن راه ناس محترمة راه في المستوى. قالوا لي دير طلب، جيت درت طلب طبعوا فيه. قالوا لي سير نعيطوا لك في واحد البيرو. جيت
دابا عيطوا شهر مشيت لعندهم عاوتاني في هذا، قلت له راه عندي واحد طلب مقابله، شافه قال انت ديجا في السيستيم مقدم لنا شكايه وراه خدامين فيها راه ما يقدموا لك الحوايج. قلت له انا بغيت نقابله هو الاستاذ الكبير. قال لي لا عندك راه يقدم معك الغرض اسير، يعني انا بغيت نقابل الاستاذ المحترم رئيس النيابه العامه الله يعمرها دار، كل شيء كيشكروا، وبغيت انا حقي حقي صافي، ما بغيت والو، انا راه مفيد للبلاد، ماني غير نقول واحد الكلمه. 2018 اكثر من 60 مليون اللي دافع للدوله ما بين محافظه وضرائب ودار التسجيل، 60 مليون باش الواحد يكون يعيش في امان واطمئنان. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم والله يحفظكم، بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو. السلام.